موضوع الإقامة ومخالف الإقامة موضوع مقلق للجهات الأمنية، ولذلك تفضل سيدي معالي وزير الداخلية بإصدار مهلتين للمغادرة أو لتسوية أوضاعهم في البلد. بدأت المهلة الأولى من 29/1 وانتهت 22/2. نظرا للإقبال الكبير يعني وطلبات متزايدة من سفارات بلدانهم، استجاب سيدي معالي الوزير أيضا ومدد المهلة اعتبارا مثل ما قلتي من 23 فبراير إلى 22 أبريل من هذه السنة. طبعا المهلة كان لها يعني في بداياتها استجابة قوية وإقبال متزايد جدا، لدرجة أنه يعني فتحنا دوامات عصر، فتحنا الدوام أثناء يوم الجمعة والسبت، وكانت الأعداد مشجعة. بس لما صار يعني موضوع المهلة لغاية 22/4 صار في شوية تراخي، ولكن نحن متأكدين يعني إن شاء الله أن في الأيام الأخيرة راح نصل الأعداد اللي يعني كنا مستهدفينها من وراء هذه المهلة الوزارية. هو يعني اللي غادر فعلا ما عليه أي غرامات ولا مخالفات، اللي غادر بمجرد يعني يحضر تذكرة السفر ويغادر مشكورا أيضا، يعني بإمكان العودة في أي وقت بعد المهلة. لكن اللي حب يسوي وضعه في البلد لابد أنه يدفع كافة الغرامات المترتبة عليه، وتكون أوضاعه يعني هو ولا الكفيل سواء كان صاحب عمل فردي إذا كان من ضمن العمل المنزلية أو حتى الشركات والمؤسسات، تكون أوضاع الشركة والمؤسسة يعني جيدة تسمع، وأوضاع العامل نفسه ما عنده مشكلة يعني مجرد مخالفة قانون الإقامة بالإمكان أنهم يسوون أوضاعهم بعد دفع الغرامات. نعم. الأعداد مشجعة إلى الآن، تعد يعني إحصائية إلى الآن تجاوزنا 45,000 مخالف، منهم أكثر من 30,000 غادروا البلد، وبحدود 15,000 يعني سووا أوضاعهم.